أنت والد الشخص، السلام عليكم. طبعا إحنا يعني الموضوع هو حزين جدا وصدمة بالنسبة لكم، لكن ملابسات الحادث، ملابسات هو أب لثلاثة أطفال. هذول ولدين، هذا جعفر واقر وعصومه، جعفر هذا يتامى صاروا يتموهم، الله لا يوفقهم يكسر قلبهم ان شاء الله. احنا ما نريد شيء، نريد القانون يطلع حقنا، نريد العداله تثبت وجودها بهذا البلد. البلد قاعد تروح ضحايا هيك بدون سبب على شغلات تافهه ما تسوى. شنو ذنب هذول الجهال؟ انا جيتهم هم مريض تعبان، يعني يا لي داريهم يا لي لهم، يعني شنو ذنبنا احنا؟ شنو ذنبنا؟ هي المشكله، انت بلدك ما مأمن على روحك، يعني الله رب العالمين شلون يقبلها علينا؟ شلون يقبلها؟ هي المشكله بيها شغلات سابقه، مو بيها شغلات سابقه، عندهم حقد كره، يكرهون ولدي وعاقدين عليهم من زمان، يسوون وياهم مشاكل. وهذا اخوي ابو حسين يتدخل، اللي هو عم اثير الضحيه، اثير وخال المقاتل. يعني انا بس بدي اشير نقطه اذا تسمعوني، انه القاتل والمقتول هم ضمن عائله واحده، يعني اكو صله قرابه. نعم، انت شو تصير؟ انت تصير عم المقتول، عم المقتول وخال القاتل. نعم، خال القاتل. انا خال القاتل، حتى بنتي مطيها له. نعم، زين. واكو مشاكل عائليه بيناتنا على مود منافسه بالرزق، زين. يعني مساله محلات سوق مريدي، اي محل ولدنا خذوا محل بمريدي، السواعد قبوا قالوا ما يفتح. يا احنا اقدم من عندكم، صار لنا 20 سنه او 25 سنه، انتم هسه جيتوا لا تشرطون علينا هذا الشرط. تالي ما تالي وسديت الموضوع، وصار صار الاشتباك اللي شفناه بال... نعم. سديت الموضوع وصار صلح، وراحت الايام وجت ايام، تلاقوا بالشورجه، ابو اثير شافهم بالشورجه، اخذ وليداته قال لهم روحوا. هم صار يعني عركه وكذا. لكن بسوق مريدي شنو اللي صار؟ ليش صار بالسلاح؟ سوق مريدي اول بدايه ما صار سلاح، ماكو سلاح، مشاجره ودخلنا بيها احنا الكبار وفضيناها وصالحناهم. شنو صار؟ هاي الاخيره، هاي المشكله الاخيره بسوق مريدي. سوق مريدي متجاوزين على اخوي وشاقين راسه 10 خياطات بالشورجه. ابو اثير المقتول، او المقتول، دزونا خبر بيد طالب سوق مريدي. شلون صارت المواجهه؟ مواجهه، دزونا خبر بيد طالب الاسدي بين السواعد جايين مسلحين. انا بالموقف جاي احكي، شاهد عيان، انا شاهد عيان، انا الموجود بالسوق. الولد اجى يفتح على باب الله، عنده محل مال ملابس، هو اثير اللي شفناه، اللي انقتل. يفتح على باب الله، اجى واحد قال له اخوي السواعد جايينك بسلاح راح يقتلونك. قال انا حيدر شلون خاف يقتلوني ذول الجماعه، اكو شهود بهاي القضيه، يعني السلاح قال لك احمي نفسي. قال احمي نفسي اريد، خاف يقتلوني. من جاب السلاح السود دقوا له باص، قالوا له اثير راح يجيب السلاح ويجي يفتروا له هناك بالسياره، ضربوه صار من بيناته. هو ما راد يقتلهم، هو قام يرمي بالقاع، واكو شهود داير ما داير بالقطاع موجودين، ما راد يضرب هيك بالقاع، يضرب يخوفهم. قال لهم روحوا، ما اريد اقتلكم، انا ما اريد اذيكم، روحوا بس، روحوا من عندي. وقتلوه بروده، شفناه باللقطات المصوره. الله شاهد بالقران، اجى يفتح، يعني الرجال مسالم اجى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. أثير رجال مسالم، إنسان مسالم، أنا أعرفه صار له 8 سنوات، صارت علاقتنا يعني أزيد من عائلية، خوان، لا على دخل بعركة، لا على دخل بهذا الشيء، الخلاف بسيط كان، يعني أرادي بسيط، كل شيء يقدر ينحل، كلش بسيط. يجون دول ينغدرون، والله فور القتل هذا 3 أيتام، أب حزين، أم مريضة وحزينة، ترملت مره. نعم، كانوا واقفينهم على الشارع العام، دول هسه الموجودين، هذول هم اللي ايدوهم قالوا لهم روحوا قتلوا، دول هسه لازمين، بس القتله شاردين بعدهم ما لازميهم. نعم، واحنا نطالبهم بالاعدام، يلزمونهم ويعدمونهم. هاي مثل ياخذ بجره، يصير عبره الكل، عبره لغيرهم، هاي مثل لا تتكرر هاي الجرائم.